ابدأ من الآن لتحقيق الآمال والأحلام، شعار لمنحة الدراسية التي أطلقتها السفارة البريطانية بالقاهرة بعنوان تشيفينينغ للحصول على درجة الماجستير في مختلف التخصصات للشباب المصري، مع العمل على تنمية مهاراتهم لتحقيق نجاحات مذهلة وبناء مستقبل أفضل لمجتمعهم. من كل البرامج في مجال التعليم بتاعتنا هنا في السفارة البريطانية، منحة تشيفينينغ الأقرب لقلبي، يعني عشان كل سنة بنشوف يعني طموح وموهبة الشباب المصري هنا في شباب تشيفينينغ، وطبعا من أنسب من نور الشبيني، يعني بطلة السكوتش المصرية، بطلة العالم في السكوتش، اللي تشجع النهارده شباب تشيفينينغ والطلبه تشيفينينغ الجدد في رحلاتهم. مبسوطه جدا طبعا ان انا بشارك النهارده في الايفنت ده، يعني ان جد حاجه تشرف جدا يبقى في مصريين كده نفسهم يروحوا يتعلموا ويستفيدوا من خبرات بره ويجوا يحاولوا يفيدوا بيها البلد، يعني وده اللي احنا محتاجينه اعتقد الفتره اللي جايه. أما نجوم الحفل الكريم هم الشباب الفائزون بالمنحة، من اختاروا تحديد الهدف لتحقيق الحلم، فكان النجاح حليفا لهم. الفرصة دي ما بتتكررش كتير، لأنه في UK بس تقدري تاخدي شهادة ماستر من جامعة عريقة وفي التخصص اللي انت عايزاه في خلال سنة. لو انت بتفضل تحاول هتوصل في الآخر. أنا ما تقبلتش من أول سنة، أنا بقالي أكتر من سنة بقدم، ودي كانت السنة تقريبا التانية أو التالتة اللي أنا أتقبل فيها في منحة. الاختيار مش بيتم على أساس أنت عدد السنين اللي اشتغلتيها بس، على قد السنتين اللي هم المينيمم خبرة بتاعتك اللي هي مطلوبة في المنحة، تكوني قدمتي فيها حاجة وعندك استعداد أن أنت تدرسي أكتر وتنمي الحاجة دي. منحة دراسية عبارة عن استثمار بريطاني لقادة المستقبل من الشباب المصري ومزيج من أذكى الطلاب على مستوى العالم. دعم بريطاني للشباب المصري واختيار لبطلة مصرية حققت لقب بطولة العالم للنساء في السكواش لكي تكون نموذجا يحتذى به. نور الشربيني رغم صغر سنها فإنها استطاعت رسم اسمها من ذهب في عالم النساء الملهمات في مصر. هويدا يحيى، MBC مصر.